أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية المسائية من تلفزيون جيبوتي، وكالعادة نستهل هذه النشرة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل وفدا فرنسيا من شركة روبي. وفي الأنباء المحلية، قوات خفر السواحل تقوم بتقديم المساعدات للمهاجرين المنكوبين في المياه الإقليمية. ودوليا في سياق متصل، المئات مفقودين من المهاجرين مفقودين في المياه البحر المتوسط. قبل بدء بالأنباء الدولية نبدأ في الأنباء المحلية، حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل صباح اليوم وفدا فرنسيا بقيادة مدير عام شركة روبي تيرمينال السيد فرانسوا. وكان برفقة الوفد الفرنسي وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي جيدي. وشارك في هذا اللقاء من الطرف الفرنسي السفير الفرنسي في جيبوتي السيد كريستوف، وشارك من جانب جيبوتي مدير عام الشركة الجيبوتية للمحروقات السيد دبر عداوي. وتمحورت المحادثات الجانبين حول إنشاء مخزن للمنتجات النفطية وغيرها في ناحية دميرجوك بإقليم عرتا. وجاء هذا اللقاء إثر إبرام اتفاقية بهذا الخصوص بين مدير عام شركة جيبوتي للمحروقات ونظيره الفرنسي مدير عام الشركة الفرنسية المتخصصة في تخزين البترول. وتعكس هذه المبادرة رغبة الجانب الفرنسي من الاستفادة من موقع الجيوستراتيجي لجيبوتي، والذي يجعلها مركزا لوجستيا على المستويين الإقليمي والدولي. وفي مداخلة للتلفزيون الوطني، تحدث مدير عام بشركة فرنسية عن أهم الموضوعات التي ناقش الوفد مع رئيس الجمهورية خلال هذه الجلسة، وأشاد بدور موقع جيبوتي الاستراتيجي التي تمتلكها، خاصة الموانئ التي تسهل لها تسويق البضائع إلى البلدان الإقليمية والدولية. بدوره شدد وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية أهمية هذا اللقاء لمدير عام شركة روبي الفرنسية، والتي تأتي في إطار تعزيز الشراكة الفرنسية والجيبوتية، خاصة لإنشاء مخزن للمنتجات النفطية، مؤكدا بأن إنشاء هذا المشروع سيحقق نموا اقتصاديا كبيرا. نظمت وزارة النقل والمعدات اليوم في معهد الدراسات الدبلوماسية اجتماع حول شحن البضائع في القطار بين جيبوتي وإثيوبيا. وجرت هذه المناسبة بحضور وزير النقل والمعدات وخبراء ومسؤولين من وزارة النقل والمعدات من الجانب الإثيوبي. وشهد هذا الاجتماع الذي تمحور نقاشه بشكل كبير حول الإجراءات اللازمة لإطلاق الرحلات لشحن البضائع بين جيبوتي وإثيوبيا. وأبدى المختصين في مجال الهجرة والجمارك للبلدين، وكما تم الاتفاق على الاستراتيجية الضرورية خلال فترة الاختبار الذي يمتد 3 أشهر لعمل القطار، وذلك لتحسين مختلف الخدمات كخدمة الهجرة والجمارك والكهرباء والأسعار، إضافة إلى الخدمات المختلفة التي يقدمه القطار. وفي كلمة لوزير النقل والمعدات، أشاد بحسن سير هذا الاجتماع وأشار إلى أهمية الاجتماع الذي تمحور وضع استراتيجيات للعمل المرتقب للقطار الذي بدأ رحلاته بين جيبوتي وإثيوبيا، وأيضا التطرق حول كيفية تحسين من الخدمات، خاصة خلال فترة الاختبار الذي سيمتد لمدة 3 أشهر، ووضع استراتيجيات للعمل وتنسيق بين الإدارتين الجيبوتية والإثيوبية. ترأس وزير الصحة دكتور جامع المعوكية برفقة أمينة الدولة للشؤون الاجتماعية السيدة منى عثمان آدم حفل تدشين مركز للأمراض الطب النفسي، وذلك في مستشفى العام بلتي. وجرت المناسبة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة دكتور أحمد روبلة ومدير المستشفى بلتي السيد محمد حسين ورئيس الأطباء مركز الأمراض العقلية الدكتور عيد وعيسى. وبدأ أعمال تجديد هذا المركز المخصص لأمراض
الطب النفسي عقب إطلاق وزير الصحة أعمال ترميم والتي مولتها أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية. ويتكون هذا للصرح الصحي من 8 صالات للتمريض يوجد فيها 20 أسرة وصالتين مخصصتين للعناية المركزة. وفي مداخلة لرئيس الأطباء في هذا المركز أكد بأن ترميم هذا الصرح الصحي سيعزز دور المركز لتقديم الخدمات الطبية خاصة للذين يعانون من اضطرابات نفسية. ومن جانبه أكد مدير العام لمركز الطبي الذي أشاد بجهود المبذول لترميم هذا المركز الذي يقدم الخدمات الطب النفسي، وأشاد بإذن دعم أمانة الدولة للشؤون الاجتماعية. في إطار تنفيذ أنشطة وبرامج التوعية البيئية، نظمت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة بتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن المعروفة ببريسكا صباح اليوم ورشة عمل حول النصوص القانونية في مجال حماية البيئة، وذلك في أروقة قصر الشعب. وجرى حفل الافتتاح هذه الورشة بحضور أمين العام لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيد ديني عبد الله عمر ومدير البيئة والتنمية المستدامة السيد حسين ريرا شروبلي ونائب مدير البيئة السيد إدريس نور ومستشاري الفنيين للوزير السيد آدم حسن علمي والسيد عبد القادر عبد الله آدم، إضافة إلى ممثل الإقليمي لحماية البيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وتسجل هذه الورشة في إطار عمل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، خاصة لرفع مستوى الوعي والإبلاغ النصوص القانونية في مجال حماية البيئة للجهات المعنية في بعض المؤسسات كالقوات خفر السواحل والبحرية الوطنية والحرس الجمهوري وقوات درك الوطني وهيئة الميناء جيبوتي للشؤون البحرية ووزارة العدل وغيرها. مشروع إقليمي تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في الإقليم حول نهج النظام البيئي أو استراتيجية نهج النظام البيئي في الأحمر وخليج عدن، وتندرج ضمن أنشطة المكون الثالث من مكونات المشروع والتي تعنى بالرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي. وفي مداخلة له أشار الأمين العام لوزارة الإسكان والتعمير والبيئة السيد ديني عبد الله إلى أن حماية البيئة هي أعمال للجميع والمساهمة عليها ضرورية لأجل الحفاظ على المخلوقات الحية. نظم اليوم في مدرسة العسكرية هولهول حفل توزيع الشهادات لضباط الجدد. للتعليق حول هذه الفعالية معي في الاستوديو خضر. إذن خضر، تم تنظيم مناسبة لتخريج وتوزيع الشهادات والرتب لضباط الجدد الذين استفادوا من التدريبات العسكرية التي قيمت. نعم، نبدأ أولا بالحفل. نعم زميلة عاو، نظم صباح اليوم في المدرسة العسكرية في منطقة هولهول حفلا لتوزيع الشهادات لضباط الجدد الذين استفادوا دورات تدريبية وتدريبات عسكرية طيلة الأشهر الماضية. هذا وترأس هذه المناسبة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا الشيخ إبراهيم. ولدى وصول زكريا الشيخ إبراهيم الفريق زكريا الشيخ إبراهيم إلى موقع الحفل استقبل من قبل قائد المدرسة العسكرية في هولهول العقيد عمر علي قدي. هذا وكما تلقى تحيات من قبل الضباط المصطفين في هذه المدرسة العسكرية. وترأس جنرال زكريا شيخ إبراهيم برفقة وفد مكون من ضباط رفيع المستوى مناسبة توزيع الشهادات، كما شارك العديد من الضباط الشباب ومسؤولين في ناحية هولهول. وبعد التحية العسكرية التي تلقاها من الضباط الحاضرين في هذا المركز، ألقى مدير الدورة التدريبية كلمة قدم فيها أبرز مكتسبات الضباط خلال فترة التدريبية. كما تلقى الفريق زكريا الشيخ إبراهيم تحيات من قبل الضباط المصطفين أمامهم، كما تم عرض خلال المناسبة الرقصات التقليدية من قبل الفرق الفنية القاطنة في منطقة هولهول. كما وتأتي هذه المناسبة في إطار تدريبات المتواصلة التي يتلقاها الضباط الجدد في هذه المدرسة في المدرسة العسكرية في هولهول ليكتسبوا الخبرات العسكرية الضرورية وليلتحقوا بالقوات العسكرية.
وفي مداخلة لقائد المدرسة العسكرية في هلال هنأ في مستهلها الضباط الجدد الذين نجحوا في صمود التدريبات العسكرية المختلفة، وأضاف إلى أن هناك إلى أن هذه المناسبة تؤهل وتهدف المعسكرات التدريبية إلى توفير اللياقة والتحمل بالقوة. إذا سنعود أولا، جاء جنرال لإذا المشاركة في هذه المناسبة لتخريج الضباط الدفعة والضباط الجدد في قوات المسلحة الذين استفادوا من فترة تدريبية. بعدها تم إذا إلقاء كلمة من قبل العقيد المدرسة العسكرية في مستهلها. ماذا قال في خطبته؟ نعم، ألقى العقيد عمر علي جدي القائد في القائد المدرسة العسكرية قال في هذه المداخلة: أولا هنأ في مستهلها الضباط الجدد الذين نجحوا وصمدوا لهذه التدريبات العسكرية المختلفة، وأضاف إلى أنه يتم تأهيل هذه الضباط وتوفير اللياقة والتحمل القوة. نعم، وبعدها قام رئيس هيئة الأركان العامة بتوزيع الشهادات والرتب لمختلف المستفيدين وخريجين من الشباب من المدرسة العسكرية في هلال. نعم، قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق زكريا شيخ إبراهيم بتوزيع الشهادات والرتب على المختلف المستفيدين من الضباط الجدد في هذه المدرسة، وتمثل المناسبة أهمية التدريبات العسكرية المنظمة من قبل الخبراء لصالح الشباب الذين تم تسجيلهم لأجل تعزيز دور القوات العسكرية وأن يكونوا قادرين لاكتساب المهارات العسكرية المنوطة بهم. وبعد توزيع الشهادات لضباط الجدد قام الفريق زكريا شيخ إبراهيم بوضع إكليل من الورود في قبور الشهداء الذين استشهدوا وقرأ عليهم وعلى أرواحهم الفاتحة. وإذا اختتمت هذه المناسبة بعرض الأغاني. نعم، والرقصات التقليدية، وحيث عبر الشباب المستفيدون من هذه الدورة عن ارتياحهم وفرحتهم لهذه المناسبة. إليك. نعم، الكلمة. شكرا خضر. ونختتم واختتمت مناسبة نهاية التدريب أيضا كما قالها خضر بأغاني مختلفة. ونواصل أهم الأنباء المحلية. في إطار مكافحة الهجرة الغير شرعية، القطع ناصر خفر السواحل الجيبوتية قاربين يحملان على متنهما 25 مهاجر غير شرعي، من بينهم 7 نسوة، وذلك في خليج التجرة في حدود الساعة 3. وقامت عناصر خفر السواحل عملية واسعة النطاق لتقديم المساعدات الضرورية لهؤلاء المهاجرين الغير شرعيين خاصة من أصول إثيوبيا، وتم القبض على قبطان هذه القوارب ونقلهم إلى الإدارة للعمليات التابعة لخفر السواحل وإجلاء الجثث التي غرقت في المياه. وتم إجراء أيضا تحقيق للمتورطين في هذه العملية ومثلوا أمامة العدالة لاتخاذ التدابير القانونية. نظمت جيبوتي تيليكوم صباح اليوم في فندق كامبسكي بالاس اجتماعا مهما حول إنشاء مراكز لتزويد المعلومات والبيانات، وجرى هذا الاجتماع بحضور المدير العام لشركة اتصالات جيبوتي السيد محمد عسو بوح وكوادر رفيع المستوى من هذه الشركة، إضافة إلى خبراء دوليين من أوروبا وإفريقيا وأسيا. ويهدف هذا الاجتماع إلى إنشاء وبناء مركز لتزويد البيانات والمعلومات لأجل تعزيز تبادل المعلومات في المستوى الإقليمي. أقامت جمهورية جيبوتي وجزيرة كامنلوس علاقات دبلوماسية، وفي هذا الصدد تم توقيع مذكرة تقضي بإقامة تعاون ثنائي في مجال عدة منها السياسة والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، حيث أبرمت هذه الاتفاقية من جانب السفير الجيبوتي في واشنطن ومندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السيد محمد زياد علي، ومن طرف جزيرة دومينيكان سفيرها في واشنطن ومندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السيد لوروم.
بعد تلقي شكوى من الثانوية التقنية على الصبيح في 15 من شهر المنصرم بشأن سرقة أجهزة كمبيوتر المحمول، تمكن الدرك الوطني في هذا الإقليم حصول على الأجهزة المسروقة، وبعد تحقيقات مستمرة تمكن الدرك الوطني على التحرف على مرتكبي هذه الجريمة وكل من شاركوا في هذه السرقة، وتمكن الدرك الوطني إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك 17 كمبيوتر محمولة من ماركة هاير مع كابلات الكهرباء، وتبلغ قيمة المواد المسروقة إجمالا بقدر 1,200,000 فرنك جيبوتي، وسيمثل هؤلاء المتورطين أمام العدالة. نظم الاتحاد الوطني لكرة القدم مساء الأمس إجراء قرعة لكأس الجيبوتي لكرة القدم، وذلك في مركز الفني الوطني الكائن في ملعب البلدية، وجرت هذه المناسبة بحضور أمين العام للاتحاد الجيبوتي لكرة القدم ورئيس لجنة الاتحاد الوطني لكرة النسائية ونائبة رئيس أعضاء اتحاد شرق وغرب إفريقيا المعروفة بسيفكا ورئيس لجنة التحكيم ومدير الرياضة لأمانة الدولة للشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلي جميع الفرق المشاركة في هذا الكأس. وستبدأ منافسات البطولة كأس جيبوتي في نسخة الموسم الرياضي عام 2018 في 15 من شهر يناير الجاري. وإلى الصحة الدولية معي في الاستوديو إدريس. مساء الخير إدريس. نبدأ في حول فقدان حوالي 200 من المهاجرين في البحر المتوسط قرب ليبيا. نعم، قالت كما أشرت البحرية الليبية إن 100 مهاجر غير نظامي فقدوا في البحر المتوسط مساء أمس بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية. وقال المتحدث باسم البحرية الليبية إن المهاجرين الغرق كانوا على متن زورق مطاطي، وأن عددهم كان أكثر من 100 شخص، وتم إنقاذهم 17 فقط منهم بينهم نساء. وانتشرت السفن غفر السواحل الليبية نحو 300 مهاجر من 3 قوارب قبالة السواحل الليبية، وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 2832 مهاجر العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من شمال إفريقيا مقابل 4581 في عام 2016. إذن نشكرك إدريس. بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة المسائية، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.